السلام عليكم يا محافظ البصرة، يا خلية الأزمة، يا بلدية البصرة. هاي بالقبلة بال4000 شارع المدرسة الإيرانية بدايتها. هاي اليوم اجت كابس الصبح وجابت هاي مال الأمراض مال كورونا، ماكو مال المستشفى، وذبت هنا. واحنا منطقة سكنية، هاي شوفها، هاي اليوم الصبح يا ريت يجون يشيلونها يشوفون النحل. هاي كلها كمامات وجاي تطير، هاي شوف جاي تطق الهواء وتطير وتروح للبيوت. وينكم يا خلية الأزمة؟ وينكم يا محافظة البصرة؟ هاي شوفها، شوف هاي كلها مال المستشفيات، ومال بالخصوص مال كورونا، بس الإصابات بكورونا. هاي كلها كفوف وكمامات. وين خلية الأزمة؟ عندنا جهال وعندنا عوائل، وهلا هلا بينا. وبالكابسة جابها مصورينه، وبالكابسة جابها وذبها مصورينه وموجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة رافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله. ستظهر الأرقام بعد قليل أمام حضراتكم أسفل الشاشة. طبعا قبل البدء في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن قناة الرافدين ستنتقل إن شاء الله إلى تردد جديد، وهو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم على هذا التردد والانتقال إليه لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم الموضوع سيكون مشاهدينا الكرام عن جريمة بشعة ارتكبت في مدينة الموصل، ونربطها بجرائم وانتهاكات الميليشيات في المحافظات أو المناطق المنكوبة جراء العمليات العسكرية في العراق بشكل عام. طبعا الجريمة هي عملية اغتصاب لفتاة قاصر في مدينة الموصل على يد ما يسمى بالحشد العشائري. هي ميليشيا تابعة للحشد الشعبي، وهي جزء لا يتجزأ منه. وأيضا اتضح أن هذه الميليشيا أيضا هي، أو القائمين على هذه الميليشيا هم يتبعون لنائبة برلمانية. اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أدانت جريمة اغتصاب فتاة قاصر في مدينة الموصل من قبل ميليشيات الحشد العشائري. وقالت اللجنة إن الجريمة البشعة التي أقدم عليها عنصران من ميليشيا الحشد العشائري التابعة للنائبة بسمة بسيم في حي التحرير شرقية مدينة الموصل تكشف حجم المعاناة الحقيقية لأهالي مدينة نينوى الكرام خصوصا، والعراق عموما، على يد هذه الميليشيات، أجهزة الأمن الحكومية وميليشيا الحشد. أضافت اللجنة أن المسؤول عن الفوج سيف بسيم، وهو شقيق النائبة المذكورة بسمة بسيم، متهم بارتكاب جرائم قتل وانتهاك لحقوق الإنسان في مدينة الموصل، وهناك محاولات من مسؤولي ميليشيا الحشد لإطلاق سراحهما بعد أن ألقي القبض عليهما. كذلك المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب حذر من أن عمليات الاعتداء والخطف والقتل أصبحت نهجا للقوات الحكومية والميليشيات في العراق، ودعا المركز إلى التدخل الدولي العاجل لوقف تلك الانتهاكات وتقديم الجنات إلى العدالة في ظل الفشل الحكومي وتجاهل الحكومة لمحاسبة المتورطين بارتكاب هذه الجرائم الفظيعة. أيضا أكدت مصادر أمنية في محافظة نينوى ارتكاب، كما قلنا، عنصرين بميليشيا الحشد جريمة وحشية، وهي باعتدائهما على طفلة واغتصابها في مدينة الموصل. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام سيكون عن الأسباب التي تقود هذه الميليشيات إلى الاستمرار بهذه الانتهاكات دون رادع حكومي. لماذا لا يكون هناك رادع لوقف هذه الميليشيات، إن كان بالداخل وإن كان حتى دوليا، من المنظمات ومن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ودول العالم في وقف ما يتعرض له العراقيون من انتهاكات؟ نتساءل كذلك عن دور حكومات ما بعد الاحتلال في إيقاف الميليشيات في ظل الوعود الكثيرة التي أعطيت عن حصر السلاح بيد الدولة، عن تحجيم الميليشيات، عن محاسبة المتورطين بالانتهاكات. حتى هذه اللحظة هي مجرد وعود تعطى للرأي العام، لكن لا يوجد تحرك فعلي على الأرض. لدينا هنا مجموعة من التقارير مشاهدينا الكرام والإحصاءات لانتهاكات قامت بها ميليشيات الحشد في المحافظات المنكوبة جراء العمليات العسكرية مع تنظيم داعش
منذ بدئها ولغاية انتهائها وحتى هذه اللحظة مستمرة هذه الانتهاكات. سنتحدث عن الجهات التي خرجت بهذه التقارير ومن ضمنها طبعا الأمم المتحدة. إذا بدأنا طبعا ببعض الإحصاءات البسيطة حقيقة لحجم الانتهاكات التي ارتكبت على يد هذه الميليشيات وميليشيا الحشد أخص بالذكر، منظمة هيومان رايتس ووتش اتهمت الحشد بسنة 2016 في محافظة الأنبار مدينة الفلوجة تحديدا. اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش ميليشيا الحشد بارتكاب عدة جرائم في مدينة الفلوجة في عام 2016 بعد انسحاب تنظيم داعش من المدينة. من بين هذه الجرائم التعذيب والاختطاف والقتل خارج القانون وتدمير المنازل. الشهود عيان من مدينة الفلوجة أكدوا أن هناك معتقلين من طبعا على يد الحشد، على يد ميليشيا الحشد، يقدر عددهم بأكثر من 2500 مدني من نازحي الفلوجة سجنوا في معتقلات مجهولة وهو إخفاء قسري، وتم قتل العشرات منهم تحت وطأة التعذيب. في مدينة الصقلاوية في محافظة الأنبار أصدر تحالف القوى في تاريخ 9/6/2016 بيان أكد فيه تورط الحشد، ميليشيات الحشد، بارتكاب مجزرة المحامدة التي لقي فيها عشرات الأشخاص حتفهم واختطاف أكثر من 600 شخص وإخفائهم قسريا. في محافظة الأنبار نبقى بتاريخ أيضا بسنة 2016 في قضاء القرمة اتهمت الأمم المتحدة الحشد الشعبي بالتعذيب وانتزاع اعترافات بالقوة وتنفيذ إعدامات ميدانية. ننتقل إلى محافظة صلاح الدين في مدينة تكريت تحديدا. المركز الوطني للعدالة أكد أنه يملك دلائل موثقة على أن 8000 منزل داخل مدينة تكريت تعرضت للنهب والسلب ثم التدمير بالعبوات الناسفة على يد الحشد. مؤتمر عشائر محافظة ديالى اتهم عناصر الحشد بتدمير 100 مسجد في المحافظة في عام 2014. في محافظة صلاح الدين وبعام 2014 أيضا ناحية آمرلي تحديدا، منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها قالت إن لديها ما يثبت أن ميليشيات الحشد نهبت ممتلكات المدنيين الذين فروا بسبب القتال وأحرقت منازلهم ومحالهم في محافظة صلاح الدين ودمرت على الأقل قريتين اثنتين بشكل كامل. أشارت كذلك منظمة هيومان رايتس ووتش إلى أن الميليشيات التي أمكنت تعرف عن طريق المركبات وشارات التي يرتدونها تضم ميليشيا بدر، العصائب، كتائب حزب الله العراق، سرايا الخرساني، وكلها منضوية تحت ما يسمى بالحشد الشعبي. هذا كان جزءا بسيطا مشاهدينا الكرام من حجم الانتهاكات التي قامت بها ونفذتها ميليشيات الحشد وكل الميليشيات التي تنضوي تحت هذا الاسم. ولا تزال حكومات ما بعد الاحتلال تغض البصر عن ما يتعرض له العراقيون من انتهاكات، من تهجير قسري، من تغيير ديموغرافي، من اعتقالات وتغييب، من منع من عودة أهالي المناطق التي شهدت عمليات عسكرية المحافظات المنكوبة من العودة إلى مناطقهم لسببين. السبب الأول أنه الحكومة لم تقم بإعمار هذه المناطق لأسباب حقيقة لا تزال مجهولة، ولكنها ترتبط بالفساد ارتباط وثيق. والسبب الآخر هو سطوة الميليشيات ونفوذها ومنع الناس من العودة إلى مناطقهم. حقيقة هذه أسباب هي جزء من واقع يعيشه العراقيون في المحافظات المنكوبة، واقع مرير. ولا تزال هذه الميليشيات ترتكب انتهاكات في ظل غياب حكومي تام عن محاسبة وملاحقة ومعاقبة هذه الميليشيات على انتهاكاتها. معنا السيد أبو علي من واسطة، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتحية لجمهور الرافدين. حياك الله. مساء الخير للعراق والعراقيين. مساء النور. صراحة هو بالنسبة للحشد أو الحشود أو هو كلها أسماء جديدة للميليشيات. وطبعاً الأحزاب الموجودة في العراق حالياً أكيد تريد تقوي الميليشيات حتى تضعف هيبة الدولة. نعم. والميليشيات ما عليها رقيب ولا حسيب ولا حد يقدر يحاسبها بسبب قوة الأحزاب الموجودة. وحتى يعني وإذا ضحوا بأحد الأحزاب فميليشيات تنتقل من هذا الحزب تروح للحزب الثاني. لأن هم أساسا عندهم يعني عندهم عقيدة. عقيدة أنه هذا البلد مجرد أنه مثل النهب والسلب لا أكثر ولا أقل.
هم اخذوهم دربوهم بسوريا لقتل الشعب السوري ويدافعون من اجل امور ما لها معنى. نعم. بعدين جابوهم للعراق، بعدين خلوا عليهم الغطاء القانوني منضموهم للقوات المسلحه بقرار غير دستوري اساسا. نعم. اللي هو قرار العبادي. الان من اللي يحاسب الحشد؟ انا من اقول الحشد ما اخص شخص او اخص كل الموجودين ضمن الحشد. نعم. وطبعا للعلم يعني اعتقد انه اللي وكيل السيد السيستاني بالحكومه السابقه راح حول الاشخاص حولهم لوزاره الدفاع. طلعهم مما يسمى بالحشد الشعبي. ليش؟ لانه عرف انه اكو ناس تريد الحشد يسمى بالحرس الثوري في العراق، وهذا طيب. موجود يعني ابو مهندس يعني من قبل لا ينقتل يريد قوه عسكريه قوه. لذلك احنا مو اليوم يعني اغتصاب العراقيه اللي في الموصل، لا لا قبلها كان هواي استاذ محمد. يمكن الاعلام طلع هذه القضيه بس اكو قضايا راحت. احنا نعرف ناس بتكريت ونعرف ناس بالموصل ونعرف ناس بالانباء يقول ياخذون غراضنا من بيتنا، ما حد يقول لهم لا. فوقها خلوا ما يسمونها الاقتصاديه، هذه اللجان الاقتصاديه، حتى ياخذون فلوس من الدوله ترجع لهم وترجع لهم مره ثانيه، يعني يعطونهم بصوره غير مباشره من يردون تبليط او يسوون يبنون كهرباء او غيرها او غيرها. واني اسال الحشد ولا اسال الحكومه، انتم ايش بنيتوا بالموصل؟ نعم. ايش بنيتوا بالرمادي؟ ايش بنيتوا بتكريت؟ ما بنوا شيء استاذ محمد. فهم مجرد ناس خارج القانون انطوهم غطاء، وهم اساسا بلا الميليشيا هذه الاحزاب ما تسوى شيء. طيب. أنا أشكرك يا سيد أبو علي من واسط، شكرا جزيلا لك للمشاركة. معنا السيد سعد من الكويت، تفضل يا سعد. يا هلا بك استاذ محمد. اولا ندينا الشخص اللي شتم كانس تقريبا. نعم. يعني نعم. ولكن يا استاذي هنا بالنسبه للمرتكب الجرائم والانتهاكات الانسانيه سببها اعتقد 100% متعاطي ومدمن للمخدرات والحشيش والمسكرات. طيب. ولكن يا استاذي وين دور البرلمان؟ وين نعم. دور الرئاسات الثلاث؟ بعدين متى يتم إعمار الموصل بمليارات العراق يا أستاذي؟ كذلك أيضا وين دور السستاني؟ ليش ما يشور بيهم؟ يعني ممن انتهكوا المحرمات والتجاوزات. وتحياتي لك يا أستاذ محمد. شكرا. شكرا يا سيد سعد. أم سيف من صلاح الدين، تفضل يا أم سيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله نسألهم على هم أخذوهم ما يستطرنا خلجون. منو اللي أخذوهم؟ والله هي غير السطرة أخذتهم. نعم. والله نسأل عن بس ريزن دلهم وين ما وين داعش كتل بهاتهم. والله اثنين همين سيفو همين شاهير، هذول هم ولد عم وداعش كتل بهاتهم والله اثنين، والنوبة شردوا على الولد. نعم نعم. وريد بس يعني ندلهم وين ما وين. ليش هذا ما مسوي شيء؟ والله لا مسوي شيء. وكل واحد وراء عائلة، والله واحد هذا شاهر وراء سبع أطفال. نعم. وحرمته، وهذا سيف وراء عائلة، وما يقولون معيشتهم، وهم أهلهم هم عمال. نعم. هاي صار سنتين ونص ما يقولون هاي أطفالهم ايش تاكل ايش تشرب. نعم. الله يكون بعونكم يا سيدة أم سيف من صلاح الدين. أنا أشكرك للمشاركة. يعني على الرغم من أنه أباء هؤلاء الشباب قتلوا على يد داعش، إلا أن الحكومة بسيطراتها والميليشيات تقوم باعتقالهم كذلك لأسباب الجميع أجهلها حقيقة. لا نعلم لماذا تتم هذه الاعتقالات، واللي طبعا تتم في كثير من الأحيان بدون مذكرات قبض قضائية، وتلفق التهم لهم ويوقع على الاعترافات تحت التعذيب. طبعا كلها تدخل في إطار الانتهاكات التي يتعرض لها العراقيون على يد القوات الحكومية وعلى يد الميليشيات. حالات الاغتصاب لم تتم فقط على يد الميليشيات، تتم أيضا على يد القوات الحكومية من جيش وشرطة، وحدثت انتهاكات كثيرة في مناطق مختلفة من المحافظات المنكوبة على يد هذه القوات، التي قامت أيضا بتنفيذ اغتصاب لنساء وحتى رجال وحتى أطفال
بمختلف الأعمار في المناطق المختلفة. وطبعا هذا الكلام يستند إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي خرج بتقرير يحصر المدة ما بين 1 يوليو 2015 إلى 31 يوليو 2019. يقول التقرير الذي خرج به قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، في خانة واحدة داعش والحشد والجيش في العراق وقوات الشرطة والبيشمركة وقوات الدفاع الوطني الكردستاني والقوات اليزيدية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ذكر في تقريره أن كل هذه أطراف قامت بانتهاكات ضد الأطفال في العراق. أشار التقرير إلى أن 2114 طفل تعرضوا إلى انتهاكات جسيمة ومؤكدة في العراق، من بينهم أطفال تعرضوا إلى القتل والتشويه والاغتصاب. وطبعا ذكر في التقرير أيضا أن جزء كبير من حالات الاغتصاب للفتيان كانت على يد ميليشيات الحشد في مناطق مختلفة من العراق. إذا نحن نتساءل، رغم هذه التقارير الكثيرة التي عرضتها الجهات الدولية من أمم متحدة، من منظمات حقوقية، من منظمات محلية ودولية، ومع هذا لم تقم حكومات ما بعد الاحتلال بإجراء تحقيق واحد في هذه القضية رغم المناشدات، ولم تقم بإيداع المنتهكين لحقوق الإنسان ومرتكبي هذه الجرائم، إيداعهم في السجون والمعتقلات ومحاسبتهم على ما قاموا به. يعني حتى هذه اللحظة منذ سنين ولا تزال الانتهاكات ترتكب ولم يحاسب أحد، لا من هذه الميليشيات ولا من القوات الحكومية. السيد أبو محمد من السعودية، تفضل. كيف حالك يا محمد؟ الله يسلمك، حياك الله. تفضل يا أبو محمد. ميليشيا الحشد اغتصبوا فتاة عراقية. نعم. ما موقف الثوار من هذا؟ قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه بشرى للمسلمين. رب العالمين قال: أعدوا لهم ما استطعتم. والنصر، والله أعلم، أعدوا لهم ما استطعتم، والنصر من عند رب العالمين. وقال تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. طيب أقول للثوار: ليش ما تعينونكم واحد معارض برا وحاط بالدول ويتكلم معه؟ أنتم ما هالحين كلهم حكومة العراق معترف فيها عند الدول كلها، لها سفارات ولها. أنا أقول حطوا لكم واحد برا معارض يخاطب الدول ويتكلم مع الدول. نعم. أنا أشكرك السيد أبو محمد من السعودية، شكرا جزيلا للمشاركة. أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك بك، ربي يحفظك. الله يسلمك. أخي محمد، بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، رضي الله عنهم ورضوا عنك، صدق الله العظيم. أخي ليش ما نكون مثل السابقون الأولون؟ ليش ما نصير مثلهم؟ ليش ما نستعيد ديننا وكرامتنا وشرفنا؟ يعني بيعيثون بالأرض فساد، وبيقتلون الناس، وبيغتصبون النساء، وبيقتلون الأطفال. يعني إلى متى؟ إلى متى؟ صيروا كالسابقون الأولون. هذا دين محمد ترى ينتهك يا أخوان، ينتهك ويتأذى الإسلام ويتأذى المسلمين ويتأذون الأطفال والأرامل والأيتام واغتصاب النساء بأي مكان يصير شيء غير بس الدول المتخلفة. لا. احنا شعب عريق، تاريخنا مشرف، شعبنا شريف محترم. هذول اخي يعني انا نسألك يا ابو حسن، ايش تترجى من هذا اللي طالع على الشاشة؟ واتمنى تعرضون هاي اللقطة مرة ثانية. مصطفى الكاظمي هو واقف ويا ميليشيات الحشد،
يعني يم فالح الفياض واقفين ودا يهنئوه ودا يلبسوه زي الحشد، زي هاي الميليشيات. ايش ينتظر البعض ممن يعولون على مصطفى الكاظم انه هو ممكن يغير؟ ايش تنتظرون منه وهو دا يقوم بهاي اللقطه وقاعد حاط ايده بيد الميليشيات؟ هذا ايش ممكن ينتظر منه العراقي؟ اخي محمد، اكو وزير رئيس وزراء يلبس قمصه وهو قائد عام القوات المعده، هاي انتخب من الشعب ما منتخب من الشعب. يعني تلبس لي قمصه مع الحشد، انت مو رئيس وزراء، تلبس مع الحشد؟ لازم يكون قائد قوات المسلحه، يعني ماكو شيء غير القياده في القوات المسلحه، يعني الجيش، يعني ماكو شيء، يعني الميليشيات تروح وتجي براحتها وتقتل وتختال وتعيس بالامس انفساد. يا اخي يا عراقي، ترى الموقف ترى صعب حيل للغايه، ترى دمروكم ذولا، يعني شوف شلون يسلم عليهم ويعطيهم الولاء. يا اخي والله العظيم، يا اخي كونوا كالذين عبدوا ربهم حق، لا اله الا الله. انا اشكرك يا ابو حسن من بغداد، شكرا جزيلا للمشاركه. السيده ام عبد الله من بغداد ايضا، تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. قناتكم الشريفه لكل عراق شريف. حياك الله. استاذ بس اسمح لي اكمل الفكره اذا ممكن. تفضل. استاذ حضرتك انت عرضت المعاش اللي تعرض منها العراقيين. نعم. حسب وكاله هيومن رايتس ووتش. والامم المتحده. نعم. يعني هاي المعاناه اللي احنا بنعانيها، هذا الشعب العراقي اللي صار له 17 سنه والشعب السوري والشعب اليمني والشعب اللبناني وفلسطين، يعني هذا المفروض انتم كقناه دوليه في العالم كلها تتفرج علينا. نعم. يعني ماكو حال من الدول العربيه، ليش في الدول العربيه اللي ما اصاب العراق واصاب الوطن العربي؟ يعني ليش ما يتخذون اي اجراء؟ عندنا السعوديه ليش ما تقوم باعتبارها هي اللي حامله رايه محمد صلى الله عليه وسلم ولا اله الا الله محمد رسول الله؟ طيب. والدول العربيه شمال افريقيا كلهم يصرحون الجهاد الجهاد، وين الجهاد؟ يعني احنا راح نبقى تحت سيطره امريكا وايران وش بيهم العراقيين؟ ما يقدرون وحدهم يخلصون نفسهم يا ام عبد الله؟ احنا ضغطنا صار كلش ضغط، كلش عميق الضغط، لانه ضغط الميليشيات قتلت المقاومه العراقيه وخاصه ام عبد الله. ام عبد الله، بس النقطه، يعني ثوره تشرين وحضرتك شاهدتي وشفتي الضغوطات اللي صارت على الحكومات اللي موجوده والاحزاب من دول العالم بتظاهرات سلميه وباعتصامات سلميه قام بها العراقيون، اجبرت العالم على النظر الى قضيتنا، يعني احنا ما بحاجه الى اخرين يساعدونا لانه احنا ما حصلنا مساعده صار لنا 17 سنه. فاحنا نقول انه الوضع بالعراق الموجود، العراقيون هم اولى ببلدهم، هم الاصلح والاقدر على معالجه الاخطاء الموجوده، لانه اذا ننتظر عون من الاخرين حندخل، وهي طبعا تتربص لها هاي الاحزاب على الايدي الخارجيه، هم بلش يتهموهم باولاد السفارات والجوكريه. العراق ترى يعني مصيبه مصيبته. ليش؟ لانه يعني لانه ضغط علينا احنا كجناح شرقي. المفروض احنا كل الوطن العربي ويانا. طيب يعني احنا ليش ساكتين؟ السعوديه ليش ساكته؟ ليش ساكت؟ تمام، وضحت الفكره يا ام عبد الله، شكرا جزيلا. حسن من الانبار، تفضل. السلام عليكم. شو استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. عندي والدي سجين على مد قاع هو وولد عمه. نعم. وخذوه ترى مسوين علي دعوه كيفيه، ياخذون يحصلون قاع من عندنا. نعم. وسوهم علي كيديه، قالت تنازلون بالقاع ونتنازل من ابوكم، تنازلناهم بالقاع وكذبهم علينا وخذوها هي والقاع. طيب. اي نعم. هم منو بس حتى يعني منو حتى افهم منك، منو اللي اخذوا القاع واللي استحوذوا عليها؟ ولد عمنا. طيب. نعم. اي نعم. وهسه شنو حالة والدك؟ بعده معتقل؟ اي والله بعده معتقل، ويا 13 واحد من الورثة البيئة، 13 واحد. نعم. وشلون الحل ويا بقضيته؟ شفتوا محامي؟ خلينا محامي وراح راشينا منطينا فلوس وهم صار وياهم. واخذ الفلوس شلون ولد عم عندك؟
شلون بيت عام عندك؟ نعم. اقول لك شلون بيت عام عندك؟ اي بالله صحيح. الله يكون بعونك يا سيد حسن، الله يكون بعونك. طيب، في بعض الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام، لا حول الله. رسالة من البصرة تقول: السلام عليكم أخوي، أنا من البصرة، رحت مستشفى الجمهوري ثاني مرة، أريد أنطي دم، عندي زايد، يقول لي ما عندي كياس، هاي ثاني مرة، بربك شايف هيك حكومة؟ طيب، هاي أيضا من مفاسد وزارة الصحة في العراق، أنها لا توفر أكياس للتبرع بالدم، في حين وزيرة الصحة عديل حمود في وقت سابق كانت قد تعاقدت على صفقة أكياس لنقل الدم، وكانت من واحدة من الصفقات الفاسدة، لأن هذه الأكياس كانت غير صالحة لاستقبال الدماء، وبالتالي هي كانت أيضا نوع من أنواع سرقة المال العام بهذه الطريقة، وأثيرت ضجة كبيرة وقتها حول هذا الموضوع. والآن لا توجد أكياس لنقل الدم إلى المرضى أو إلى المحتاجين. مشاهدينا الكرام، الآن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. وصل المستشفى، ناشدنا خلال ساعة، مو هواي بس ساعة، قلنا ردنا ثلجة للمرضى، ردنا ثلجة للمصابين، ردنا ثلجة للمرافقين، للقوات الأمنية، للصد الأول للكوادر الصحية. والله العلي العظيم اجى الثلج وخير وزايد، وهاي ستوتي الأولى من علاو الناصري، والثانية من أخوكم أبو حسين جزاه الله خير الجزاء، يداوم بالقوات الأمنية بالسيطرات، قواكم والله، قواك الله عزيزي. الله يستر عليك. هاي الستوته الثانيه وصلت، وان شاء الله باكر هم ستوتين، وهذا الثلج هم ظال هنا تكوم، هذا الماي مكوم وهذا الثلج مكوم، وان شاء الله يا اهل الناصريه جعل الله بميزان حسناتكم. احنا من ناشدنا؟ ما ناشدنا خليه الازمه، ولا ناشدنا محافظ، ولا ناشدنا مسؤول، ناشدنا اهل الناصريه، لان اهل الناصريه عندهم غيره على اهلهم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، هذا مقطع حقيقه واحد من المقاطع التي تعتبر مفخره للعراقيين فيما بينهم طبعا، وايضا هي مثال للترابط الاجتماعي وتوحد بالنسبه للعراقيين فيما بينهم، وانهم في وقت المحن دائما ما يكونون سندا لبعض، هذا في مدينه الناصريه، والناصريه حقيقه ما محتاجه مني شهاده، هي يكفي ما قدمته خلال ثوره تشرين كاقل مقياس يمكن أن تقاس عليه حقيقة، من دماء، من تضحيات، من مساندة للثورة بشكل عام، وطبعا هذه الحالة أيضا هي حالة يشكرون عليها. السؤال الأهم هو وين الحكومة من كل هذا؟ يعني الناس هي اللي تجيب المياه، هي اللي تجيب الثلج، طبعا الثلج احنا بالعراق بسبب غياب الكهرباء، هي نقطة مهمة جدا، يحتاج المرضى في الحر الشديد الآن إلى هذه المستلزمات من الماء، من الثلج، التهوين على نفسهم قليلا من حرارة الصيف الحارقة في العراق. حكومات غير مبالية، حكومات ما بعد الاحتلال غير مبالية، وهاي هي الأدلة، الناس بجهود ذاتية هي التي تقوم بتبرعات، في حين يغيب الدور الحكومي غياب تام في معالجة قضية مثل هذه القضية، أو حتى قضية الميليشيات بشكل عام والانهيار الأمني. طبعا ما يحدث الآن يدخل في إطار الانهيار الأمني. السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. كريمه اللي دائما هي تنقل الحقيقه. حياك الله. هم يعانين الشعب العراقي. الله يسلمك. من ويلات السياسيين حقيقه. نعم. فاحنا بجانحه يعني كورونا يعني شفنا الحكومه وقفت عاجزه، عاجزه عن كل شيء، تقديم اي شيء، هذا الاكسجين هو عباره عن هواء نقي ويتعبى بقنينات حديد.
يعني ما خسرانة في شيء الدولة إذا فعلت المصانع كلها ودعمت حتى المصانع الأهلية اللي تم تعبئة الهواء بها. يعني الحكومة ما تريد الشيء هذا، يعني الحكومة والسياسي هو جايين يريد يقتلون المواطن العراقي البسيط. يعني هذا من جهة. جهة ثانية أكو طبقة عندنا، الطبقة الكادحة اللي يد العاملة اللي عندهم بسطيات واللي يشتغلون عمالة والفلاح وغيرها والمواطن العراقي البسيط وأبو التاكسي وغيرها، ذولي كلهم صار لهم فترة قاعدين عن العمل عاطلين. المفروض الحكومة تخلي هاي خلية الأزمة من قاعدين يقررون ويعطون درجة يعطون أرقام كيفهم يعني وزير الصحة وأبو البيئة ووكيل وزير الصحة جاسم الفلاحي وغيره يعطون أرقام خيالية بكيفهم ويصعدون ينزلون، أما الأرقام الحقيقية ما يعلم بها بس رب العالمين. المفروض بخلية الأزمة أنها تقرر قرارات بالنسبة للناس العاطلين على العمل، إيش جاي يأكلون وش يشربون وش راح يدخل لهم. المفروض أبسط شيء توزيع لهم وجبة غذائية وجبتين ثلاثة في سبيل على الأقل ما يحتاج، ويدعمون المواطن العراقي. يعني ما جاي يفكرون بهالشيء هذا. أنا كلامك سليم لغاية هاي اللحظة، بس أنا أريدك تتكلم اليوم وتعطيني رأيك سيد صباح بموضوع حلقة اليوم تحديدا. اليوم بدنا نتكلم على حادثة اغتصاب فتاة قاصر في مدينة الموصل على يد ما يسمى بالحشد العشائري، وهي ميليشيات تابعة للحشد الشعبي. لماذا الدولة تستمر بالسكوت عن هاي الانتهاكات؟ لماذا لا يعمل القانون، يعمل فقط على المواطن البريء، على المواطن المسكين الضعيف، ولا يعمل على هذه الميليشيات وعلى الأحزاب الفاسدة؟ وين القانون من ملاحقة ومعاقبة هؤلاء؟ طبعا الحشد العشائري هو نفسه حشد الميليشيات. نعم. ما يختلفون، لان الشكلهم على 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 قانون على اساس طائفي. البرلمان نفس فتوى المرجعيه بالنجف شكلهم الحشد، وشكلهم الحشد العشائري، الحشد اللي يسمونه مقدس. يعني قام بعده انتهاكات هاي الفتره من 2013 لحد الان. اغتصاب وقتل وعلى الهويه وغيره وحرق منازل وتفجير جوامع. فهذا الحشد العشائري اللي يسمونه على اساس حشد عشائري ابناء المنطقه، سواء كانوا بالموصل او الانبار او صلاح الدين تحديدا او دياله او حزام بغداد، يعني هاي المناطق. هو هذا نفسه هو الحشد يتمرون بامر المالكي اللي هو اللي يدير الحشد المقدس يسموه، وهادي العامري والمهندس سابقا قبل ما يموت وقيس الخزعلي، وكلهم هذول القيادات اللي الناس الدمويين هم نفسهم ياخذون الاوامر. هاي الحشد العشائري من ناس مجرمين، عتاة المجرمين بالعراق اللي دمروا المجتمع العراقي هم قادة الحشد. شوفون اللي قبلهم اللي كانوا بالميليشيات اللي سابقا يسمونها تحرير، مع العلم وتخريب، قاموا بعدة عمليات اغتصاب وقتل وغيره. ما حد حاسبهم، ماكو قانون يحاسبهم. لا قانون عشائري ولا قانون ديني ولا أخلاقي ولا حتى الدستور العراقي والقانون العراقي يتم محاسبة أي مقصر من عدم، لأن هم محميين من القانون. ما حد يقدر، يعني هم فوق القانون. فهذا من شاف الميليشيات الحقيقية تقتل وتسوي وتسرق وما حد يحاسبهم، أخذهم نفس السياق. هذا الحشد العشائري يسمونه حشد عشائري، أي حشد عشائري؟ شنو هذا الحشد العشائري اللي مرتبط بالحشد الميليشياوي؟ هذا مو حشد عشائري، هذا هم في سبيل ناس ذول الذيول لهم، ذيول حتى. طبعا هذا الحشد العشائري يا سيد صباح هو تابع للنائبة بسمة بسيم بقيادة شقيقها اللي اسمه سيف بسيم. يعني السياسيين ايديهم طويلة حيل بموضوع الميليشيات وداخلة بهذا الموضوع، وعدهم اصلا ميليشياتهم الخاصة اللي ترهب الناس، اللي تدمر المدن، اللي تهجر العالم، اللي تخطف وتعتقل وتسوي. يعني اذا هو هرم السلطة هيجي، يعني احنا العتب ليش يكون على ذول المنفذين الادوات اللي هي هاي الميليشيات، اذا كان رأس الهرم هو فاسد، هو ميليشياوي اصلا. يعني هذولي لو ابوه تلقاه واحد من عندهم عمه يقولون مجلس محافظه الموصل ابو لجنه امنيه، فمن يشوف ابوه او عمه او غيره وهم دوله ومواكب وهاي السيارات والهويات والسلاح اللي هم بعدهم عمرهم مو مال حتى حمل السلاح، شفنا صورهم. يعني ناس مراهقين بعدهم اطفال. اطفال يحمل سلاح ويحمل باجات وبكيفه يتعدى على اعراض الناس. يعني هذا 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 يعني اكيد منفلت واكيد خارج القانون واكيد مسنود من اللي راح يدافع له ويطلع من السجن او يحلها حل عشائري او يطمطمون الشغله، مثل ما سدم الاف القضايا الاغتصاب
والقتل وغيرها. هذا الحشد هو تابع ايضا للحشد الرئيسي اللي شكل المهندس المالكي وهادي العامري وغيرهم. فتوه المرجعيه اللي مفروض لحد الان كعراقيين احنا ما نعرف هذا الحشد ليش شكل. الشكل لمقاتله ارهاب داعش. خلص داعش المفروض به ينخرط ضمن وزاره الدفاع او وزاره الداخليه في سبيل ما يظلوا القوه وحدهم خارج عن سيطره القانون والسلاح بكيفهم يطبون ويطلعون. طيب واحنا اذا نجي نتكلم عن وزاره الدفاع او الداخليه، هو شنو هالمؤسستين اصلا وشنو وضعها من الاعراب في العراق بعد الاحتلال؟ ايش سوت وايش قدمت؟ يعني الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة اللي قدمه لمجلس الأمن أدرج القوات الحكومية بجيش وشرطة وكل الصنوف أدرجها بخانة واحدة ويا داعش ويا الحشد. قال ذولا ارتكبوا انتهاكات فظيعة بحق الأطفال وانتهاكات بشكل عام في المناطق المنكوبة. يعني هاي القوات حتى لو دخلت هاي الميليشيات إلى وزارة الدفاع شنو راح يختلف اذا هي وزاره الدفاع متهمه بارتكاب انتهاكات؟ محمد احنا نعرف هسه حاليا هيئه الحشد خطوتها اقوى من وزاره الدفاع وحتى وزاره الداخليه، والدليل كل هاي الانتهاكات اللي صارت ببغداد والاغتيالات وهاشم الهاشمي وغيره والمتظاهرين وقتلهم والقناصات اللي يحملوها الميليشيات حزب الله وغيره والعصائب وجيش المهدي سابقا وحاليا سرايا السلام، كلهم ذولي سلطتهم اعلى من وزاره الدفاع ووزارة الداخلية. فأحنا في سبيل تخلص من بعض الخطر في سبيل تعرف أن هذا تابع لوزارة الدفاع وأكو فوقها قائد فرقة أو مرلواء ضابط استخبارات غيره يحاسبونه. أما ذولي هم دولة يعتبرون هيئة الحشد تعتبر نفسها سلطتها أقوى سلطة من الدفاع ومن الأجهزة الأمنية. والدليل هاي الانتهاكات اللي جاي نشوفها حاليا في بغداد والمحافظات إيش جاي يسوي للميليشيات الطائفية وشون تضرب القانون عرض الحائط وما تعترف لا بدفاع ولا داخلية ولا حتى رئيس الوزراء. رئيس الوزراء ما له أي قيمة أمام الحشد. شفنا شلون طلع حزب الله وداسم على صوره. يعني أنت كرئيس وزراء ما تحامي نفسك وما تقدر تحمي نفسك هذا القانون وهاي السلطة. رئيس وزراء العراق العظيم يدوسون على صورك لحزب الله، هذول كلها ميليشيات بالقندرة يدوسون عفوا بالصورة مالته بالشارع. المفروض فيه غير يصدر مذكرة تلقاء قبض بحق ذولي، يعني تتخذ إجراء قانوني. من يقبلها؟ من يقبل أحد يسوي على رئيس الوزراء؟ بس رئيس الوزراء من ضمنهم وما يقدر يحكي. هو سكت على الكبيرة، سكت على الكبيرة، دوست صورته بالقاع، هاي شيء بسيط. أنا أشكرك يا سيد صباح من بغداد، شكرا جزيلا للمشاركة. يعني هو سمع، هو تارك ميليشيات تحمل سلاح وتهدد الدولة وأمنها واستقرارها، يعني تارك الكبيرة مرة بالنسبة إلى موضوع يدوسون صورته بالقاع عادي. محمد من السعودية تفضل. محمد من السعودية فقدنا الاتصال مع محمد. أم أزهار من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حيك وحي هاي القناة العظيمة وعامليها. الله يسلمك. بالنسبة احنا ما نسمي هاي دولة، احنا نقول هذول من 2003 إلى هذا اليوم ما اجوا هذول السياسيين أو هاي الحكومة ولاءهم إلى هاي الدولة. لو كان ولاءهم لهاي الدولة ما انهار هذا العراق وصل الى هذه المرحله. فهم اجوا حتى يقتلون ويسلبون ويلعبون ويدمرون هذا البلد. اما الاغتيالات مستمره والقتل مستمر. احنا نداعي، احنا املنا بالمتظاهرين، واحنا قوتنا قويه، من ثاني احنا من ثاني مساعده من احد الدول. احنا قويين اساسا. اذا هسه الشعب قام قومهم راح ينتصر على كل اللي موجودين هذول الحفالات كلهم يشردون. بس احنا نصبر هسه، نصبر والصبر من رب العالمين، لان هذا مرض كورونا يريد ينتهي حتى ناخذ ثارنا بيدينا، حتى ناخذ ثارنا بيدينا. وضحت الحفالات الى اهلهم. انا اشكرك يا سيده مزهر من بغداد. لدينا كثير حقيقة رسائل واردة اليوم بشكل كبير، نقرأ ما يمكن ونستقبل اتصالات أيضا. مستمرون
في رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول: السلام عليكم، تحية طيبة. وبعد يقول: بحاجة العراق بحاجة إلى رجال ثورة تشرين، توأم ثورة العشرين، على رجال ثورة تشرين أن يحذو حذو الأجداد عندما قضوا على الإنجليز. آن الأوان وجاء دور الأحفاد لينهضوا نهضة رجل واحد وينقضوا على الاحتلال الأمريكي الإيراني وأعوانهم الفاسدين في الخضراء. في رسالة لدينا: السلام عليكم، أشكر قناتكم المحترمة. نطلب من رئيس الوزراء العفو العام عن السجناء اللي جاي تموت بالسجون. كل الدول انطت عفو عام، أسيادكم اطوا عفو عام، أنتم مو تقلدون الإيران. اعفوا عن السجناء، كافي محاصصات طائفية، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في رسالة لدينا: السلام عليكم أستاذ محمد، وياك أبو محمود من الرمادي. نطالب من حضراتكم بإيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة. والله الأهالي الكل متخوفين على أبنائنا المغيبين من الوباء، وباء كورونا. رئيس الوزراء والبرلمان حسوا شوية، أهالي المعتقلين بالرزازة والله أبرياء، فرحوا الأهالي وأطفالهم والعيد على الأبواب. من معنا الآن؟ السيدة أبو فاطمة من النجف، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو فاطمة. أخي الكريم، الله يسلمك. أخوة جميعا، حياك الله. الحقيقة أنا يعني دخلت الآن يعني على التلفاز، الحلقة تكلم على الجريمة اغتصاب أليس كذلك اللي في ودور وجرائم وانتهاكات الميليشيات وتحديدا الحشد بشكل عام في المحافظات المنكوبة. نعم أستاذ محمد، يعني الحقيقة هذه ليست أول جريمة تحصل يعني في الموصل أو في العراق. نعم. الجرائم كثر، والمشكلة أنه الجاني معروف، يعني المجرم معروف، والكل يعرفه، يعرف وجوههم، يعرفون أسماءهم. لكن أنا أريد يعني أسأل الآن، يعني هل العراق، يعني هل هنالك دولة؟ هل هنالك موجود وزير داخلية؟ أين الشرطة؟ أين الأمن؟ أخي الكريم، إحنا قبل الغزو يعني لم نسمع، أقول لك صراحة، يعني أنا في عمري قريب 60 سنة مرة واحدة سمعنا اغتصاب وتم إلقاء القبض. يعني عشرات الجرائم، عشرات الحوادث تحدث ولا أي شيء. يعني المفروض أين يريد واحد يستقيل، يريد شخص يقدم إلى المحاكم، ما في أي شيء. نعم، أنا بس أريد أسأل حضرتك سؤال، وهو مطروح لي على الواتساب لأحد المشاركين يتساءل: وين دور المرجعية اللي أنطت الفتوى، وهذا الكم الكبير من الانتقادات الدولية، من التهم الموجهة إلى هاي الميليشيا تحديدا الحشد أنهم ارتكبوا جرائم حرب؟ يعني منظمة Human Rights Watch قارنت ووضعت الحشد وداعش في كفة واحدة، وقالت بأنه وصلت جرائم وانتهاكات الحشد إلى جرائم ترقى لداعش. يعني وراء كل هذا الكلام والمرجعية ما طلعت وسحبت هاي الميليشيات اللي طلعتها بهاي الفتوى، شنو هالصمت؟ شنو الصمت الحكومي على هاي الانتهاكات؟ متى يكون هناك تحرك؟ نعم أحسنت أخي، يعني الآن أنت ذكرتني بشيء مهم، وهو قضية هذه المرجعية اللي على رأسها هذا الإيراني الأعجمي. أقول لك بصراحة هذا المجرم السيستاني. بلا تجاوزات أبو فاطمة. نعم. انتقد سياسات رجاء. نعم أخي محمد، لكن هذا الرجل ليس عراقي، هذا الرجل هو سبب فتنة 2006 و2007، هو الذي أرسل رسالة مبطنة لهؤلاء أن يقوموا بالمظاهرات، يعني الرد على فتم حرق المساجد. هاي نقطة. النقطة الثانية أخي، أنا أريد أن أرسل رسالة للعراقيين. يعني هل العراقيون ما عندهم ناموس ولا غيرة، فيأتي إيراني يفتي لهم فتوى الجهاد الكفائي؟ يعني لو كان السيستاني غير موجود، يعني العراقيين يظلون مكتوفي الأيدي أمام احتلال بلدهم والجرائم الإرهاب وداعش؟ طيب، أنا أشكرك يا سيد أبو فاطمة من النجف. نقرأ فيما تبقى من وقت الرسائل الواردة على واتساب القناة. في رسالة لدينا ونقرأ باختصار شديد، أم أحمد من ذي قار تقول: نطالب بالإفراج عن السجناء المظلومين من خلال قناتكم الموقرة. شكرا يا أم أحمد.
رسالة أخرى لدينا أخي الكريم، عندنا مناشدة الحجية تريد تحكي ويا المقدم، عندنا مظلومين الله وكيلك. ونفس الأخ كان قد أرسل سابقا ويرغب بالمشاركة ويحاول الاتصال عن طريق الواتساب. مشاهدينا الكرام، نذكر مرة أخرى الواتساب غير مخصص للاتصالات، فهو فقط يستقبل الرسائل المكتوبة. يعني اللي يقدر يخابر يتصل بينا أهلا وسهلا، واللي ما يقدر ما عنده القدرة يستطيع أن يرسل رسالة مكتوبة وإحنا إن شاء الله نقرأها. إسلام من الموصل يقول والله عشنا شفنا شلون شنو من بلد هذا، شلون رئيس يا مصطفى الكاظمي، والله روح أقعد بالبيت أريح لك. في رسالة أخرى قناة الرافدين، أحبكم والله، إذا تحبون ادعوا لي الله يفرج همي وكربي، والله مهموم، الله يفرج هم وكرب جميع العراقيين إن شاء الله. في رسالة لدينا، السلام عليكم، معكم إشراق من صلاح الدين، لك الله يا عراق، والله ينتقم من اللي ظلمنا، وشكرا لقناتكم صوت العراق الحر، شكرا جزيلا. رسالة أخرى من حسام يقول السلام عليكم، والله اللي شاف العراقيون ماكو واحد يتحمله، لكن إن شاء الله كل هذه المصائب راح تعطي القوة للعراقيين حتى ينتصرون على أمريكا وعلى إيران وكل المعممين. رسالة، السلام عليكم ورحمة الله، أخي العزيز خبرتكم على البث المباشر ما تردون، طبعا غير متاحة هذه الخدمة، أعتذر. أبو ضحى من بغداد يقول رسالتك طويلة يا أبو ضحى باختصار شديد بعد التحية، مصطفى الكاظمي هو أحد عناصر فرق الموت ويرتدي زي الميليشيات السائبة. شكرا يا أبو ضحى. طيب، هذا يتحدى بلغة طبعا هي بها تجاوزات وبها ألفاظ غير لائقة، ويقول أنه الحشد الشعبي المقدس يشرف كذا، يعني هاي الاتهامات حقيقة شبعنا منها، وهي كلها مجرد أوراق ضعيفة تستخدمها هاي الأدوات ومجرد كلام، عندكم حجة اطلعوا بيها. ده نتكلم على تقارير دولية وصلت إلى الأمم المتحدة تقول الحشد هو مجموعة من المجرمين، مجموعة من المنتهكين للقانون. ليش ضايج؟ ليش زعلان؟ هذا كلام دولي موثق بتقارير، وليست جهة أو جهتين، جهات كثيرة دولية حقوقية تتكلم عن هاي الانتهاكات. وين المشكلة؟ وين الزعل بالموضوع؟ في آخر رسائل لدينا لا، عندنا رسالتين ما شاء الله ثلاث، نقرأ باختصار. هذه الرسالة طويلة حقيقة، وهي تشرح بها قصة قطع راتب الرعاية الذي يتجاوز 175 ألف دينار شهريا من 2018. الله يكون بعونكم، بس الرسالة طويلة جدا، أعتذر عن قراءتها. ياسين من الموصل أدعو لي أنجح من الثالث متوسط، الله يكون بعونك وتنجح إن شاء الله. وصلنا للختام مشاهدينا الكرام، قبل الختام نذكر أن قناة الرافدين ستنتقل إن شاء الله إلى تردد جديد، وهو 1.0727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مرة أخرى، 1.0727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم ضبط أجهزتكم على هذا التردد والانتقال إليه لمتابعتنا في كل جديدنا. طبعا وصلنا إلى الختام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.